تقديرك يعني نحن أو الحكومة أو الدولة قدمت قانون اسمه قانون مكافحة الإرهاب. القانون ده صارت ضجة حوله، طلعت تقارير من منظمات حقوق الإنسان، تقرير من نقابة الصحفيين، من غيره من غيره، ضد هذا القانون أو ضد بعض مواد هذا القانون. فجأة مفيش حد سامع حاجة. أنا عايز أشرح لك بقى القصة دي. أنا عايز أعرف أول مدى دستورية هذا القانون، القانون عشان أرد على بعض القانون دستوري 10,000% وأخذ عينين أي أستاذ في القانون الدستوري يقول هذا القانون غير دستوري. دي واحد. نمرة اتنين، لو جبنا قانون مكافحة الإرهاب الأمريكي اللي اتعمل إمتى؟ في سبتمبر 2001. وبعد كده في عندنا 117 دولة حول العالم عندها قوانين مكافحة إرهاب بما فيها جميع الدول الأوروبية وأمريكا. القانون الأمريكي لو اطلعت عليه والقانون الألماني اللي طلع بعد منه، يعني القانون الأمريكي 2001 اتعدل 2006 اتعدل 2007 وبعدين جه القانون الألماني 2011 أشد بشهادة كل الخبراء ان اقوى قانون لمكافحة الارهاب في العالم هو القانون الالماني. اللي قبليه مباشرة القانون الامريكي. انا جبت لك القانون الامريكي بيقول ايه. بيقول ايه القانون الامريكي؟ قال لك مراقبة الهواتف وجميع الوسائل الالكترونية والملفات الطبية الخاصة بالناس كمان تتصور وجميع المراسلات الالكترونية والمنازل في غياب اصحابها، تفتيش المنازل في غياب اصحابها. ادي القانون الامريكي يا دكاكين حقوق الانسان المصريه اللي بتقبض من امريكا، محدش اعترض في امريكا. الامن الدوله امن امريكا قبل اي حاجه. تمام. تفتيش المنازل في غياب اصحابها وبدون اذن قضائي. وبدون اذن قضائي. وبدون اذن قضائي يا دكاكين حقوق الانسان يا نقابة الصحفيين. تفتيش المنازل والكشف، بيقولوا بقى ايه؟ بغرض الكشف عن المؤامرات الارهابية. يعني كل ده اجراءات استباقية بتقوم بيها اجهزة الامن الامريكية بلا اي اذن قضائي. وهتقوم بها القبض على الاشخاص المشتبه فيهم والقيام باعمال المشتبه فيهم بالقيام باعمال ارهابيه قبل وقوعها. يعني انا بشتبه في فاروق المسرحي او في مصطفى بكري اروح امسكه، ده الاجهزه الرقابيه قبل ما يرتكب الجريمه بتاعته. للاشتباه بقول ده لمين؟ لبتوع حقوق الانسان او الدكاكين اياها اللي بتقبض من امريكا. ادي القانون الامريكي اهو. طبقوهولي. صحيح. طبقوهولي هنا في مصر. انما انا علشان اعمل قانون اقول لك الحوار مجتمعي، امريكا ما عملتش حوار مجتمعي ولا اي حد بيعمل. المانيا ما عملتش حوار مجتمعي ليه؟ السنة 2014 لما حصلت القصه بتاعت انجلترا طلعوا القانون. ما عرضوش، ما قالوش ده للحوار المجتمعي. الدولة الوحيدة في العالم اللي بيفرضوا عليها الحوار المجتمعي هي مصر. احنا الدولة الوحيدة دي تونس. تونس اول امبارح. انما احنا بقى لا مؤاخذة احنا المقصودين. مصر هي المقصودة. مصر عندها طابور خامس موجود، هيقول لك بقى نظرية المؤامرة. المؤامرة موجود.